سحرت أشرعته من صور العفية، ولم ترسو أحلامه العريضات في المسرح والسينما على بر. فهو الموقن تماما أن المكان العماني هو بطل الحكايات وأساس الحبكة الدرامية. أضحت عمان بأراضيها مرتعا لأحلام أعماله الفنية، وهي بالنسبة له مكان تصوير مفتوح لكافة أنواع الأفلام التي يمكن أن تدور أحداثها في البحار، في الصحاري، وحتى في الجبال. بدأ عشقه لسرد جماليات المكان العماني والحياة الاجتماعية وخصوصيتها المتفردة بعد دوره في حكاية السفينة العمانية الفوز التي غرقت في بحر العرب، والتي دارت أحداثها في محافظة ظفار عام 1958. بسم الله الرحمن الرحيم. الغريقة التي ما من أحد إلا وقد سمع عنها، والبعض قد عايشوا حادثة غرقها فأخذوا في تلك الفترة يؤرخون بعض أحداثهم الحياتية بالغريقة، سواء أكان قبل غرقها أم بعد ذلك. ورغم إدراكه التام أن الطريق الذي عشقه وعر جدا، إلا أنه مشى فيه وألفه، لم يرضى إلا أن يضيف فيه بصمة عالمية بنكهة عمانية. بعد أن اعتلى بطلنا ظهر الغريقة، نزل مترجلا عنها ليتجه نحو جزيرة كمزار في مسندم، يظهرها للمرة الأولى في عمل درامي، فقدم للمشاهد انطباعا عاما عن المنطقة والكثير من خصوصيتها الاجتماعية في قصة مهرة، العمل الذي كتبه وشارك في تمثيله وأخرجه فأنتجه. ومن منا لم يعجب بتلك القصة العاطفية التي سردت بطريقة درامية وقالب سينمائي يبرز خصوصية المجتمع بمحافظة مسندم وعاداته وتقاليده قديما وحديثا بلهجات أهل مسندم. زاصر بستشكو وساند الاختيارو مخجلما مخجلما خيلي كيف سيا يا عمنات كيف من برزايدي مخي شابه دامنا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اسمحوا لي الربع وانا بوصل المستشفى شوي من البلد. تنموت تنموت جاي نشوف كم ان شاء الله. الله يسلمكم. طمنا طمنا عليه ان شاء الله. مر في العمر فيلم استنطق فيه بطل حكايتنا جماليات الحياة في جبال ظفار، وقد زخرف تلك المشاهد بالرقصات الجبالية وتفاصيل حياة الجبل. وكعادته يهوى بطلنا التجارب الجريئة في أفلامه، وهي الاستعانة بوجوه جديدة، كما واستخدم هنا حوالي 70% من لغة الفيلم الجبالية الشحرية وترجمها باللغتين العربية والإنجليزية. رجع على الشركة الخدمة مكس لحم تقوم بعد جبتونا نتنا شاء ما يبي قيمنا الدنجهز هنش ينزل شاء يا خي بهيرك سكت ديرتي بيش منع بغجة على الشركة. فقدم فيلما سياحيا بإطار درامي، كما استعان بفريق تصوير احترافي جلبه من بوليود مزودا بأحدث التقنيات في التصوير. شرعي
مسلسل وادي الذيب بجزئيه يعيش بطلنا فترة زمنية تعود إلى الأربعينيات، تطرح العديد من المشاكل التي تواجهها البيئة الصحراوية كنقص الماء والطعام، وكل ذلك من خلال العلاقة بين قبيلتين. وبعد رحلات تصوير شاقة دامت لأشهر في مناطق عديدة من محافظتي الشرقية والباطنة، كان له ما أراد ليحمل هذا الاسم وادي الذيب، وهو الذي رفض أعمالا عالمية تظهر البدوي بغير صورته التي أراد لها بطلنا. الإنجاز الفني لا حدود له عند بطل قصتنا، فله أكثر من 30 مسلسلا تلفزيونيا و30 مسرحية، كما ساهم في اكتشاف العديد من المواهب في السلطنة على نطاق التلفزيون والسينما، وهو أيضا أول ممثل خليجي يحصل على وسام من جمهورية مصر العربية عن دوره في مسلسل إنسان من زمن المستحيل. هذا النجاح لم يتأتى له كضربة حظ أو مصادفة، وإنما صال وجال فيه منذ نعومة أظافره. فبدأ بطلنا نشاطه المسرحي بنادي الأهلي بمطرح في دور كومبارس صغير إلى ممثل عماني معروف في التلفزيون والمسرح، ومن ثم خرج للتمثيل خليجيا وصولا إلى عالم السينما في فيلم البوم مع المخرج خالد الزجالي، وأيضا فيلم دماء القرصان، الفيلم الهوليودي لمخرجه الأمريكي مارك ريترينك، كما وأنه كان يلتحق بدورات في بوليود على أيدي مجموعة من المتخصصين في مجال صناعة السينما كلما وجد إلى ذلك سبيلا. وادي الذيب، رحلت اليوم إلا أنك تركت أعمالا فنية خالدة. كيفك منصور؟ كنت تؤمن بنجاحها فأدخلتها في مغامرة شباك التذاكر، ذلك الشباك الذي يفتح على مصراعيه كلما كانت سلة الأفلام مثقلة بالنجوم، والنجم الأثقل اليوم هو ذلك الذي اختار أرض بلاده لتكون الشاهد والبطل في حكايته. النجم الذي علق في ذاكرة العمانيين، ولا يسعنا إلا أن نقول أنت عالق في وجه الدراما العمانية لا محالة، في ذاكرة المكان وفي ذاكرة العاطفة. ارحل بسلام واترك مكانك للياسميني والذاكرة.